وذرني أخذ من الناس يضع قدمه على المصحف أو بعض أوراقه، هل يجوز أن نقتله أم لا؟ وإذا كان يجوز أن نقتله في الحال؟ لا يبقى بين لنا الخطأ جريمة ويظهر بأمره، إذا انسافح عن الدولة يظهر بأمره، مدير مدرسة، مدير مدرسة يظهر بأمره إلى الدولة أو يرفع الأمر إلى أمير الرياض أو أمير البلد أو القانون. لا تقتله أنت ولا تعرضه أنت، تقتله ولاة الأمور مو أنت.